متواجدين في القاهرة لتغطية ماراثون الشيخ زايد، لكن حاليا متواجد في مستشفى أهل مصر. ريع الماراثون سيذهب لصالح هذا المستشفى المتخصص والأول من نوعه في المنطقة لمصابي الحروق. جلست مع الكثير من الشخصيات، الكثير من المصابين، تعرفت عن قرب على قصص بطولاتهم. ألمهم تحول لأمل، إيمانهم بالله ثم بالقدر خيره وشره جعلني أتعمق في شخصياتهم، أتعمق في قصصهم، وحبينا نفرحهم وقدم لهم هدية من الإمارات على هذا الصبر، على هذه البطولة. قدم لهم هدية بسيطة، رحلة عمره مقدمة من الإمارات عشان تسعدهم. شعبها أشرب ديك هذا العمر، هذا العمر، هذا العمر، هذه مصر. في البداية منال، أنا سعيد بهذا اللقاء بعد ما سمعت قصة منال. منال بطلة طموحة، عندها قوة، إصرار، لكن عاوز أعرف قصة منال للناس اللي مش عارفة مين منال وحصل معها إيه. في البداية أنا سعيدة بوجودي معاك النهاردة. أنا منال حسني، كان عندي وقتها 17 سنة، كنت لسه هتم 17 سنة. كنا عندنا فرح وفرحانين ومبسوطين، ومش في دماغنا إن في حاجة كبيرة قوي صعبة مستنيانا. كنا 7 أشخاص، والدتي وجدتي وخالي، وكان بيبي صغير، وخالتي وبنت الجيران. أنا وخالتي أول 2 خرجنا من البيت، ودونا على أقرب مكان يقدر يسعفنا، بس للأسف ما عندهمش خلفية يعني إيه حروق أو يتعاملوا معها إزاي، فحولونا على مستشفى يكون فيها قسم حروق، وبرضه هناك ما كانش فيه برضه الإسعافات اللازمة لمصابي الحروق، لأن عرفت بعد كده أن أول 6 أسعاف دي مهمة جدا في حياة مصابي الحروق. والدتي أول 6 أيام بالضبط توفت من الحادثة، وخالي على التالت بتاعها، وجدتي على التالت بتاع، يعني بينهم 3 أيام بالضبط. بس أنا طبعا ما كنتش أعرف ده، لان انا اول ما طلعت في الحادثه انت فقدتي 3 أشخاص. 3 أشخاص وفقدت هويتي كمان. والدتك وخالك بالظبط، وجدتي. وجدتك ربنا يرحمها يا رب. انا سمعت عن قصه بلال انه كان بيقلد احد البرامج التلفزيونيه. ايوه. ومن بعدها صار معاه الحادثه، فقولي لي حصل مع بلال ايه؟ وحصل خد ورقه ودخل البلكونه عندي ولع فيها، الورقة هتمسك عنده في ستارة البلكونة، النار بقى طلعت على وشه وعلى ايده الاثنين. نزلت بيه، رحت عند، انا لحقته، انا جبته من جوه النار، يعني احنا دخلت جوه النار، سحبته وسبت الستارة بتولع وكل حاجة، بس سحبته هو اهم، وخدته وجريت، يعني انا خدته كل اللي انا كنت في دماغي اللي انا اخده وجري. حصلت لي حادثة وانا عندي 10 سنين، كنت لسه في ابتدائي، يعني طفلة اصلا. عانيت كتير، ما كانش في اي مستشفى راضيه تقبلني لحد تاني يوم الفجر، يعني لفينا على دكاتره خاص وعام، ما كانش في اي حد راضي يقبلني، لحد ما رحنا محافظه تانية غير محافظتنا. بس قعدت 2 شهر هناك، كان عباره عن تعب بس، واللي هو انا يعني الموت كان ارحم من اللي انا شفته في 2 شهر دول. دخلت الاوضه لقيته واقف، انا عايزه اقول لك كميه الصبر اللي كانت عنده، العزيمه اللي كانت عنده، ربنا مقويه ازاي مش عارفه. واقف ايده وفيها نار، وجسمه برقبته بوشه ما بيجريش ما بيتحركش. فانا حاولت ان انا اخده في البطانيه اطفيه، ما طفوش. خدته في حضني ورحت نايمه فوقيه بحيث ان انا اقدر ان انا اطفيه. في لحظة ما لقيتش ان انا مش عارفة لا فاكرة ايه اللي حصل ولا عارفة ايه اللي حصل. انا شايفة ابني عبارة عن حاجة حمراء وهو واقف ولا بيجري، ما عندوش اي رد فعل غير ان هو واقف. فقال لي في لحظة كده اللي انا فوقت فيها، قال لي ماما الحمد لله بس. فكان في بوتاجاز صغير كده، لا كنت مولعه الفرن بقى عليه اكل، يعني قبل الفرن لقط من البوتاجاز، لقى الولاعة حدفتنا على بره كده على بطننا، زي هوا جديد على بطننا ما احناش طايلين. في خارجتنا الباب اتقفل، بوابه البيت اتقفلت،
الناس بره بقى لاحظوا الدخان طالع، اللي خدنا معه الاسعاف على المستشفى عندنا في نظام. بصراحه قعدنا شهر كده دخنا شويه عند الدكتور ده. ناس ولاد حالات دلونا على مؤسسه اهل مصر، من ساعتها بصراحه واحنا مرتاحين جامد الحمد لله، ما بنحملش هم اي حاجه، لا عمليه ولا ممدد في دماغها ولا اي حاجه خالص. بنتي حبيبتي ونور عينيا اسمها جميله، هي حياتي وقلبي وروحي ونورت العيله. كانت لما بتضحك تلقى الدنيا فرحانه. انا تعبت يعني قويني يديني الطاقه ان انا اكمل. وفي يوم جيت اقللها بطاطس بكل الم انا بتعلمه، انا ببني لنفسي مكان في الجنه. من ذاق الم النار في الدنيا تحرم عليه يوم القيامه. كذا مستشفى تحاول تنتظر، قالوا لها اسفين يا ام جميله ما فيش هنا عليك، هي دي حكايه جميله ويجي مليون عيله. جايين هنا عشان ماراثون الشيخ زايد، اللي ريع الماراثون ده حيكون لمستشفى أهل مصر اللي احتضن الأبطال اللي زي منال. فنحن اليوم هنا عشان نقدم لكم عمرة، أنت والأستاذ حسن. كنت الفكرة دي أنا كانت في دماغي، بس أنا أعملها هدية مني لأبويا كمكافأة لي إن هو وقف جنبي هو وإخواتي. هو هذه الرفيعة الوافية ترعى العروبة السامية. أنا انتهيت وسعيدة جدا طبعا. هدية من الإمارات على عزيمتك، على إصرارك، وعلى صبر والدك، وعلى إيمانه بالله. هذه البلاد الغالية. جينا من الإمارات نقدم لك هدية، ناخذك في عمرة أنت وبلال. تروحي وتدعي الدعوة اللي نفسك فيها. في شعبها صدق ووفا، حضن العرب ظل ودفا. في شعبها صدق ووفا، حضن العرب ظل ودفا. تقول اللي بتعمله فضلك ركز ويايا، اصلا انا تعب الدنيا بحالها شايله جوايا. سيب اللي بتعمله من فضلك ركز ويايا، اصلا انا وجع الدنيا بحالها شايله جوايا. طوبه فوق طوبه بايدك تبني المستشفى معانا، ما انا مش هفضل طول العمر من الناس الدارة. اهل مصر تملي معاهم وتملي وراهم، طوبة باسمي واسمك. مستشفى اهل مصر لعمل الخير لجمع التبرعات التي يستحقها هذا المستشفى لنرى مثل هذه العيون الجميله.